صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. طبعا يوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد. يكون معانا عده فقرات من خلال الحال نحاول نرصد الوضع السياسي والوضع الاجتماعي اللي بيدور في بلدنا مصر. طبعا يعني كل يوم بنسمع حاجات كتير جدا من الاحداث ساخنه جدا ومتطوره جدا. ويمكن الحاله الامنيه مش في حالتها الجيده اللي احنا كنا متوقعين ان هي تكون جيده الفتره دي. رمضان داخل كل سنه وانتم طيبين مقدما. يعني احداث كتير قوي الحقيقه هنتكلم فيها النهارده. خليني في البدايه صباح على شريف ونرجع نقول لكم ايه هي فقرتنا. صباح الخير شريف. صباح الخير ساره. صباح الخير على كل مشاهدينا. وبعد الفاصل على طول هيكون معانا متابعه لاهم عناوين الصحف اليوميه وهيكون معانا الاستاذ الصحفي احمد سعيد متولي. معانا الاستاذ يسري البدري وهو رئيس قسم الحوادث بالمصر اليوم. هنتكلم معاه عن ارتفاع معدل الجريمه الجنائيه والبلطجه، ودي حاجه احنا بقينا بنشوفها كتير قوي بعد ثوره 25 يناير. المفترض انه كانت الحاله الامنيه منهزه جدا، لكن الفتره دي المفترض ان هي كانت تكون متماسكه، لكن اللي حصل مش ده حقيقي خالص. فهنناقش الموضوع ده مع الاستاذ يسري البدري. كمان هيكون معانا فقره خاصه جدا عن قائمه العمل للامل، ودي مجموعه من الشخصيات اللي بتشتغل على مستوى اجتماعي وبيشتغلوا تحديدا في منطقه اسطبل عنتر، طبعا عشان خاطر يحسنوا حال المنطقه وكمان يشوفوا كل الاحتياجات، وده من خلال جهود المجتمع المدني. هنعرف اكتر عن دوت من خلال فقره خاصه جدا تابعوا. الاستاذ محمود العسقلاني رئيس حركه مواطنون ضد الغلاء. زي ما قلت لكم في البدايه كنت بهنيكم برمضان ان هو خلاص داخل، يمكن الايام جريت بسرعه جدا، لكن اللي بيحصل كل سنه ان احنا دايما بنتفاجئ برمضان، ولازم يحصل ارتفاع كبير جدا او شديد جدا في الاسعار بالنسبه للدواجن واللحوم واليميش طبعا والحاجات اللي احنا دايما بنستخدمها في رمضان، كل الاكل يعني ابتداء من الالبان لحد كل الاكل ممكن نكون بنستخدمه في رمضان. بس السنه دي غير. بس السنه دي هتكون الدنيا السنه دي هيكون يعني دمار شامل متكامل ان شاء الله كده باذن الله، لان اساسا في مشكله اساسيه في الاسعار، في مشكله في البنزين، في مشكله في الصدار، في مشكله في الطاقه، في مشكله في المرتبات اللي هي ما بتزيدش مع زياده الاسعار، في مشاكل كتير. انا بس عايزه اطمن، هل النور هيعمل فينا زي ما بيعمل فينا دلوقتي؟ ما هو عمل فينا في رمضان كده السنه، انت نسيتي ولا ايه؟ لا بس ما كانش يعني انا عايزه اعرف لو بالشكل اللي احنا عايشين دلوقتي اعتقد الموضوع هيبقى يعني صعب جدا. ربنا يستر. لازم نبدا نشوف حل لموضوع الكهرباء قبل رمضان. كمان عايزه اقول انه يا شريف الناس هتضطر غصب عنها ان هي ترشد في رمضان بالنسبه للاكل. هنصوم صيام بكل النواحي يعني. طيب هنروح لفاصل ونرجع على طول مع ساره واهم عناوين الصحف اليوميه واخبار كتير الحقيقه. تابعونا.